هذا اليوم وهي الأخيرة في اليوم الأول، وإن شاء الله نستكمل الجلسات العلمية يوم غد. هذه الجلسة هي الحضور الكرام بعنوان تعزيز الثقافة والتراث الأخضر من خلال رسم الخطط وتوظيف التقنيات الحديثة. وضيوف هذه الجلسة كلها من السيدات ما شاء الله، الأخت على أقصى اليمين المهندسة فايزة بنت محمد الحارثية، ثم الدكتورة هدى بنت مبارك الدائرية، ثم أخيرا الدكتورة نجية بنت محمد السيابية. نبدأ مع المهندسة فايزة الحارثية، وهي مشرفة الطاقة ودعم أولوية البيئة والموارد الطبيعية في وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040. المهندسة فايزة خريجة ماجستير نظم الطاقة وبكالوريوس من جامعة سلطان قابوس، كذلك في البكالوريوس في هندسة الكهرباء والإلكترونيات، ولها خبرة طويلة تمتد إلى 19 سنة في العمل كمهندسة أول تخطيط الأنظمة الذكية في الشركة العمانية للاتصالات عمان تيل منذ 4 سنوات. حتى نوفر الوقت، مهندسة فايزة عندك 15 دقيقة، تفضلي مشكورة. السلام عليكم. بداية نحب نشكر المنظمين على هذا المنتدى، وإن شاء الله نطلع بنتائج ملموسة تحقق مضامين رؤية عمان 2040 نحو مستقبل مستدام في الثقافة والتراث الأخضر. عناصر العرض، قسمت العرض لأربع عناصر مختصرة تمثل مراحل إعداد رؤية عمان 2040، ونبدأ عن وثيقة رؤية عمان 2040 وعن الأولويات الوطنية للرؤية، وأخيرا راح نتكلم مختصر عن البرامج الوطنية. مراحل إعداد رؤية عمان 2040 تم البدء في إعداد رؤية عمان 2040 منذ عهد السلطان الراحل سلطان قابوس بن سعيد الطيب الله ثراه. كان هناك توافق مبدئي مجتمعي من جميع الفئات على أن تكون رؤية مستقبلية مستوعبة للواقع الاقتصادي والاجتماعي ومستشرقة للمستقبل، من حيث أنها تكون دليل ومرجع استرشادي للتخطيط في العقدين القادمين من 2020 إلى 2040. الحمد لله بقيادة النهضة المتجددة تحت ظل السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم حفظه الله ورعاه، واصل المشوار نحو نهضة متجددة في إرساء خطط جديدة وخطط واثقة نحو تحقيق مضامين رؤية عمان 2040. وكان المقولة اللي دائما كان يذكرها السلطان إنه هذه الرؤية هي مسؤوليتنا جميعا في هذا الوطن العزيز، كلا في موقعه أينما كان، سواء في حدود إمكانياته ومسؤولياته. مسؤولية الرؤية هي مسؤولية القطاع العام، القطاع الخاص، وأيضا مسؤولية الأفراد والمجتمع المدني. تمت مشاركة أكثر من 41,000 مشارك في إعداد الرؤية. كان هناك قيم اتصالية معنية بالثقة والحيادية واحتضان التنوع والخصوصية وأيضا المصداقية والإلهام والتمكين. مرت طبعا إعداد الرؤية لمراحل كثيرة امتدت لأكثر من 7 سنوات، من 2013 إلى تم تدشين انطلاق الرؤية إلى 2020. بمرسوم سلطاني تم إنشاء وحدة متابعة رؤية عمان 2040 للتأكيد وضمان من تحقيق أهداف أولويات رؤية عمان 2040. طبعا استندت الرؤية لعدة منطلقات أساسية، منها الخطط الخمسية والاستراتيجيات القطاعية وأهداف التنمية المستدامة، وأيضا الدروس والتقارير الدولية والمحلية والبرامج الوطنية التي كانت آنذاك نذكر منها برنامج تنفيذ. وثيقة رؤية عمان 2040 اللي لم يطلع عليها بالاختصار تندرج تحت 4 محاور رئيسية و12 أولوية وطنية و12 توجها استراتيجيا. من ضمن الأولويات هناك 75 هدف استراتيجي و68 مؤشر أداء وطني ودولي يتم مراجعته وتحقيق ضمان تحقيقه باستمرار من ضمن وحدة متابعة رؤية عمان 2040.
المحاور الرئيسية للرؤية هي أربع محاور، أهمها مجتمع إنسان مبدع، اقتصاد بنيته تنافسية، وبيئة عناصرها مستدامة، دولة أجهزتها مسؤولة. في كل محور عندنا عدة أولويات، من أولوياتنا هي 12 أولوية، أربع أولويات تحت محور المجتمع والإنسان، اللي من أهمها راح نتطرق عليه في هذا المنتدى هي محور أو أولوية المواطنة والهوية والتراث والثقافة الوطنية. المحور الثاني اللي هو الاقتصاد والتنمية، هناك أربع أولويات تندرج تحت المحور الاقتصاد والتنمية، وأيضا عندنا محور البيئة المستدامة وأهميتها، هناك عندنا أولوية البيئة والمواد الطبيعية اللي راح نركز عليه من ضمن هذا المنتدى، وفي النهاية عندنا محور الحوكمة والأداء المؤسسي اللي عندنا أولويتين هي في التشريع وحوكمة الجهاز الإداري للدولة. الأسس التي تعتمد عليها وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 عندنا أربع أسس ومبادئ مهمة، اللي هي الشراكة سواء بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي، أيضا المرونة في التعامل بين أهم التحديات التي تواجهنا كسلطنة عمان ونواكبها مع التغيرات العالمية والإقليمية، المسؤولية كمجتمع كأفراد نحو تحقيق هذه الأولويات والأهداف، والأهم هي التكاملية بين جميع الأولويات وجميع نتكلم عن التوجهات لأن تكون سلطنة عمان في مصاف الدول المتقدمة. راح نتطرق الحين على الأولويات الرؤية وترابطها مع بعضها البعض. تم تقسيم الأولويات بناء على الأثر والسبب، وتم تحديد أهمية الأولويات من ناحية ما هي كأولوية لدى سلطنة عمان في العمل عليه من خلال الثلاث سنوات الماضية. تم التركيز على موضوع التشريع والقضاء والرقابة وعلى حوكمة الجهاز الإداري للدولة، وأيضا القيادة والإدارة الاقتصادية، ونظرنا هناك جهود ملموسة في هذا الجانب من حيث حوكمة الهيكل التنظيمي. تغييرات كثيرة صارت في دمج لبعض الوزارات، صار عندنا إنشاء كيانات جديدة من أجل تحقيق الهدف المنوط في رؤية عمان 2040، وأيضا هناك في ترابط بين بعض الأولويات من حيث أنها أولويات ممكنة ومستفيدة ومفيدة لبعض الأولويات. لو نجي على موضوع الاقتصاد والتنمية، نلاحظ أن عندنا التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية، هناك ترابط وثيق بين وبين سوق العمل والتشغيل، بين القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي، وبين أولوية البيئة والموارد الطبيعية، وكلها تنصب نحو تنمية المحافظات والمدن المستدامة. من ناحية أخرى على المجتمع والإنسان، هناك أيضا ترابط قوي موضوع أولوية الصحة، المواطنة والتعليم والتعلم والبحث والقدرات الوطنية. فنلاحظ هناك أن أيضا ترابط قوي بين الأولويات الرؤية تحت منظور سلطنة عمان في مصاف الدول المتقدمة. بما أن المنتدى يتكلم عن الثقافة وعن التنمية المستدامة، راح نركز على أولويتين مهمتين اللي ذكرتهم سابقا، هي أولوية المواطنة والهوية والتراث والثقافة الوطنية، وأولوية البيئة والمواد الطبيعية. الإنسان والمجتمع، في خطاب جلالة السلطان المعظم في 11 من يناير أكد على أهمية التمسك بالمبادئ والقيم التي راح تظل ركائز لتاريخنا المجيد، فنعتز بهويتنا وجوهر شخصيتنا ونتفتح على العالم، ولكن في توازن ووضوح، بحيث نتفاعل بإيجابية مع المتغيرات الإقليمية والدولية، لكن الآن يعني دائما نحط في بالنا أننا نفقد أصالتنا ولتنسينا هويتنا. في الأولوية هذه عندنا توجه استراتيجي اللي هو مجتمعا معتز بهويته وثقافته وملتزم بمواطنته. هناك 8 أهداف من ضمن هذه الأولوية، منها المحافظة على التراث وتوثيقه ونشره عالميا، مجتمع متمكن من تقييم المعرفة وتفقدها وتوظيفها وإنتاجها ونشرها، والأهم أنه هو مجتمع رائد عالميا في التفاهم والتعايش والتسامح.
ومجتمعه أفراده يتصفون بالمسؤولية، مدركون بواجباتهم وحقوقهم، وملتزمون بواجباتهم. خمس دقائق يا مهندسة. زين أحاول بس أجل. هذه هي أهم الأهداف في أولوية. هناك جهود مبذولة في أولوية المواطنة والتراث والثقافة. لكل هدف الحمد لله تم تحقيق عدة جهود ملموسة خلال 3 سنوات الماضية، أيضا بما يعني بتوثيق التراث ونشره عالميا في عدة جهود، أكثر من 50,000 وثيقة، وتم رقمنة 27%. عندنا ما لا يقل عن 25 عمل فني، 5 طوابع بسمات رقمية مميزة. لما يتكلم على محور البيئة المستدامة، هناك أيضا توجيه سامي من سلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه في كلمته في الكتيب الخاص بمرور 32 سنة لإنشاء جائزة اليونسكو بأهمية الاهتمام بالتنمية المستدامة والتركيز على المبادئ الأساسية هي المتطلبات البيئية والاجتماعية والاقتصادية. طبعا محور البيئة المستدامة يحقق تقاطع بين 5 أولويات في الرؤية. عندنا توجه استراتيجي مهم في أولوية البيئة والموارد الطبيعية، اللي هي نظم إيكولوجية فعالة ومتزنة لحماية البيئة واستدامتها، موارد طبيعية دعما للاقتصاد الوطني. عندنا 7 أهداف رئيسية في هذا الأولوية. طبعا الحمد لله هناك جهود مبذولة في سلطنة عمان بموضوع البيئة المستدامة، وأهمها توجهات السامي لحظة صاحب الجلال للجعل عام واعتماد عام 2050 عاما للحياد الصفري، وإنشاء برنامج وطني معني بالحياد الصفري بمتابعة جميع الخطط التنموية في هذا المجال. عندنا مشاريع محميات طبيعية، موضوع إدارة النفايات، السياسة البيئية، موضوع الطاقة المتجددة سواء طاقة الرياح الطاقة الشمسية. بحكم موقعنا الجغرافي اللي تميز فيه سلطنة عمان، يعتبر موقع جاذب للاستثمارات في هذه المجالات، خاصة في مجال الهيدروجين الأخضر. أيضا هناك تركيز كبير بموضوع الأمن الغذائي والاستراتيجية الوطنية للمياه، وأيضا عندنا مشاريع كثيرة لتأمين الغذاء وتأمين الطاقة سواء ولا مركزية في تنمية المحافظات. من البرامج الوطنية لله الحمد تم تدشين 6 برامج وطنية تحت رؤية عمان 2040 من أولوية التنمية الاقتصادي والاستدامة المالية. هناك برنامجين وطنيين. البرامج الوطنية هذه تعني بتعزيز المشاريع وتحليل التحديات إن وجدت وتصعيدها في الوقت المناسب، كل على حسب مجالاته بالتعاون مع القطاع العام والقطاع الخاص. برنامج التنويع الاقتصادي اللي هو التنويع في تحت مظلة وزارة الاقتصاد، برنامج الاستدامة المالية تحت مظلة وزارة المالية، عندنا البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات نزدهر تحت مظلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. كان في تحدي كبير لموضوع التشغيل في سلطنة عمان، ولله الحمد تم تأسيس برنامج وطني معني لموضوع التشغيل لحل حالة هذه التحديات بما يخص بالبيئة المستدامة. هناك برنامج وطني للحياد الصفري، وأيضا لتحقيق الرقمنة والتحول نحو الحكومي الرقمي، تم تأسيس برنامج التحول الرقمي الحكومي لتعزيز الديجيتاليزيشن والترانسفورميشن إلى نحو رقمنة جميع وربط جميع البرامج الوطنية. شكرا، وأتأسف إذا كان شوي طولت لمدة 2 دقيقة أو أكثر. هناك في شرائح داعمة للاستراتيجية الوطنية للحياد الصفري باسم خلال الباركود ممكن تنزلوه، والسياسة البيئية للطاقة. تم تدشين الاستراتيجية الوطنية للحياد الصفري في COP27، وإن شاء الله بتكون هناك في جهود راح تعرض سلطنة عمان جهودها الجبارة خلال هاي السنة في COP28 في الإمارات. شكرا. شكرا مهندسة فايزة. يعني عرض وافي وشافي ومتكامل حول رؤية عمان 2040 وما يتعلق بالثقافة والتراث الأخضر واستدامة هذا القطاع المهم. شكرا جزيلا المهندسة فايزة. الآن ننتقل إلى الورقة الثانية مع الدكتورة هدى بنت مبارك.
الدائري. الدكتورة هدى ستتناول في حديثها دور التعليم في تعزيز الثقافة والتراث الأخضر، مبادرة المدارس الخضراء النموذجة. الدكتورة تعمل أو تشغل منصب أخصائية شؤون ثقافية باللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم، حاصل على دكتوراه في مناهج الدراسات الاجتماعية وطرائق تدريسها من جامعة السلطان قابوس. قدمت العديد من أوراق العمل في مؤتمرات ومحافل كثيرة. تفضلي دكتورة في 15 دقيقة. شكرا دكتور أحمد، نجدد اللقاء مرة أخرى بكم ضيوفنا الأعزاء، ويعني نشارككم من اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم آيات الشكر والتقدير على جهودكم وعلى تعاونكم معنا في إثراء هذا المنتدى، فيعني إقامة طيبة إن شاء الله في سلطنة عمان الحبيبة. نشارككم بورقة العمل المعنونة بدور التعليم في تعزيز الثقافة والتراث الأخضر، وسيتم التطرق إن شاء الله إلى مبادرة نفذتها وزارة التربية والتعليم في هذا المجال اللي هي مبادرة المدارس الخضراء. فما هي هذه المبادرة؟ إن شاء الله خلال الدقائق القليلة القادمة سنعرج أو سنسلط الضوء على هذه المبادرة، وسنكتشف أيضا دور التعليم في تضمين الثقافة والتراث الأخضر. المبادرة اللي هي مبادرة المدارس الخضراء طبعا هي عبارة عن المدرسة التي تهدف إلى إكساد مفاهيم الاقتصاد الدائري والاستدامة بكل جوانبها وبكل أبعادها لجميع العاملين في الميدان التربوي، ليس للطلبة فحسب بل للطلبة والمعلمين ومدراء المدارس والمشرفين وكذلك المجتمع المحلي. فربما الدكتور أحمد في ورقته تطرق إلى أن الثقافة مهمشة نوعا ما في أهداف التنمية المستدامة، ولكن يعني هي حاضرة حقيقة في كل 17 هدفا ومن ضمنها التعليم، فلما لا ندمج التعليم والثقافة لنحقق الهدف الأسمى، وهذا هو الفكرة الرئيسة من مبادرة المدارس الخضراء. طبعا هذا المشروع يعنى بتحقيق مجموعة من الأهداف اللي هي تعزيز فهم الطلبة بالاقتصاد الدائري، أيضا تقديم مقترحات ذات مشروع لمشروعات ذات طابع مستدام، تزويد جميع العاملين في الحقل الميداني بالمعارف والمهارات والقيم المرتبطة بالاستدامة. المستهدفون مثل ما ذكرنا أن لا تستهدف فئة معينة، بل هي تشمل جميع العاملين في الميدان التربوي من أصغر فئة إلى المجتمع بعمومة. ما هي هذه المبادرة؟ طبعا المبادرة انقسمت إلى ثلاث مراحل. أول مرحلة هي مرحلة الإعداد، فكيف تم الإعداد لهذه المبادرة؟ من خلال مجموعة من الخطوات مثل ما ملاحظين. أول خطوة اللي هي تم مخاطبة الشركات، وهنا حرص وزارة التربية على تفعيل مبدأ الشراكة ما بين وزارة التربية وما بين الشركات أو مؤسسات القطاع الخاص. المرحلة الثانية تم التواصل مع أعضاء الفريق الوطني في المحافظات التعليمية، أيضا تم اختيار مدارس مرشحة لتطبيق هذه المبادرة، والجدير بالذكر أن هذه المدارس لم يتم اختيارها بطريقة عشوائية، بل اختيرت وفق استمارة مضمنة لمعايير علمية يتم في ضوءها اختيار المدارس اللي هي بتدخل في هذه المبادرة. بعد اختيار المدارس يتم الانتقال للمرحلة الأخرى اللي هي اختيار المعلمين، كذلك المعلم له معايير يتم في ضوءها اختيار المعلمين، يجب أن يكون على دراية بمفاهيم الاستدامة، يكون عنده اهتمام، عنده مشاركات في مؤتمرات، اهتمام بحضور ورش، فهذا هو المعلم المؤهل لدخول هذه المبادرة. بعد ما تم التأكد من أن جميع هذه النقاط تم أو تحققت وتم مراجعة هذه النقاط، بدأ الفريق الفني أو الفريق الرئيسي في الوزارة بتأليف منهج، وسيتم التطابق بالتفصيل لهذا المنهج وماهيته والموضوعات التي يشملها. أيضا تم تدريب المعلمين التي تم اختيارهم والذي تم اختيارهم تدريبهم على كيفية تطبيق هذا المنهج الجديد، وهو منهج إثرائي بطبيعة الحال في المدارس. هذه الصورة الكتاب اللي ماسكين الطلبة في الصورة على اليمين، هذا هو منهج استدامة. طبعا تم تطبيق المبادرة العام الماضي ومستمرين أيضا هذا العام.
ماذا يشتمل هذا الكتاب؟ الصورة اللي باليسار تشمل محتويات الكتاب، يتضمن مقدمة، أهداف العامة والخاصة للمشروع، مرتكزات المشروع، أيضا يتضمن استراتيجيات اللي تعين المعلم على تطبيق المشروع، إرشادات للمعلم كيف يمكن أن يطبق هذا المشروع في البيئة المدرسية، بالإضافة إلى أفكار إبداعية. يعني مثلا من الأفكار اللي يتضمنها الكتاب كيف نجمل المبنى المدرسي بحيث أن يعزز الثقافة والتراث الأخضر عند الطلبة. أيضا اشتمل هذا الكتاب على 6 موضوعات سيتم التطرق إليها لاحقا. طبعا هذه هي الموضوعات 6 اللي يشتمل عليها الكتاب: قضايا المناخ، الطاقة المتجددة، النفايات، التشجير، إدارة وترشيد المياه، وهذا العام تم إضافة موضوع 6 وهو موضوع الحياد الكربوني. طبعا هذا جاء لتماشى مع رؤية عمان، يمكن المهندسة فايزة عرضت في الورقة اللي سبقتني، وأيضا يتماشى مع توجهات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم اللي جعل سلطنة عمان بحلول عام 2050 تكون عاما للحياد الصفري الكربوني. وبالتالي من الضرورة ومتطلب مهم جدا أن نغرس هذه المبادئ وهذه المفاهيم عند طلابنا. إذن هذه هي موضوعات المنهج. طبعا بالنسبة لتطبيق المنهج، بدأنا تطبيقه في الوزارة كمشروع كمنهج يعني في العام الماضي لمدة عام، بدأنا تقريبا من شهر نوفمبر وكانت نهاية شهر أبريل. سبقت هذه المرحلة تقييم للطلبة، فتم إرسال بعض الأدوات البحثية قبل المشروع وبعد المشروع للتأكد من مدى فاعلية المشروع لدى الطلبة. طبعا بالنسبة لمدة التطبيق كانت حصة واحدة في الأسبوع، لأن كل مدرسة مخصصة لها حصة تسمى حصة نشاط. في هذه الحصة تم استغلال الطلبة واللي تم اختيارهم وتدريسهم هذا المنهج. طبعا ليس جميع طلاب المدرسة يدرسون هذا المنهج، بل تم اختيار عينات من كل صف من الصفوف 7 إلى 10 وتجميعهم في هذه الحصة اللي يتم تدريسهم هذا المنهج. هذه طبعا بعض المشروعات اللي اشتغل فيها الطلاب. الصورة اللي في الأعلى الطلبة، هذا من صنع الطلبة، قاموا بإنتاج القهوة المصنوعة من نواة التمر، وبالتالي هذه القهوة ما فيها كافيين، والطلبة روجوا لمشروعهم من خلال فتح حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، روجوا لهذا المشروع، وبالتالي عزز هنا يبرز دور التعليم في تعزيز الثقافة والتراث أيضا، من ناحية أن نشغل الطلبة في مشاريع ريادة الأعمال. الصورة اللي تحت أيضا عملوا صناعة الصابون من المنتجات الطبيعية اللي هي غير مضرة بالبشرة. الصورة الأخرى أيضا من ضمن المشاريع اللي تم إنشائها في المدارس اللي هو مشتل زراعي. هذا المشتل تم يعني استطاعت المدرسة أن تنتج في الخيار والملفوف وتم بيعه بكميات كبيرة وبأسعار مناسبة. استطاعت المدرسة الاستفادة من هذا المبلغ في تطوير الكثير من المشاريع الموجودة فيها. بعد مرحلة التطبيق قمنا بتقويم لنتأكد فعلا أن هذا المشروع ناجح وكان له تأثيراته، فبطريقة علمية. طبعا استهدف التقييم جميع الفئات، مديرو المدارس طبقت عليهم مقابلات للتأكد من المشروع، من إذا يعني ثم التحديات تواجههم، اقتراحاتهم، وتم الأخذ بهذه الملاحظات والمقترحات لتطوير المشروع ولتطوير المدارس أيضا. المعلمون أيضا استهدفناهم من خلال مجموعة من الاستمارات. طبعا الاستمارات كانت على مدار العام، يعني من بدأنا من شهر نوفمبر إلى شهر أبريل، حيث كانت هناك استمارات لثلاث مراحل يتم توزيعها للمعلمين. أيضا استمارة أخذنا رأيهم في المنهج والأخذ بملاحظاتهم لتطويره في هذا العام، استمارة حصر المشاريع، وأيضا زيارات صفية كانت بشكل متتابع لهؤلاء المعلمين للتأكد من مدى سير الحصة اللي كان يدرسوا فيها الطلاب المنهج. أما عن الطلبة، طيب دكتور، أما بالنسبة للطلبة طبعا تم قياس 3 أدوات للطلبة، قسنا معارفهم من خلال اختبار، وهذا الاختبار تم تقنينه وتحكيمه بطريقة علمية. أيضا قياس اتجاهات لمعرفة مدى اتجاهاتهم نحو هذا المشروع ونحو حماية البيئة وغيره. مقياس سلوك ما اكتشفناه للطلبة من مواقف في المدرسة، هل الطالب عنده قدرة أو عنده خلاص امتلك المهارة أن يغلق الأجهزة
فور خروجه من غرفة الصف، هل يقدر يرمي النفايات مثلا في سلة المهملات، ف يعني تم مراجعة جميع هذه العناصر. الأداء النتائج البحثية طبعا اللي توصلنا لها في المكونات الثلاث في المعرفة، لاحظوا أن الجد المربع اللي بالأحمر هذا هو بعد التطبيق، المتوسطات الحسابية، التطبيق القبلي والتطبيق البعدي في المكونات الثلاث، المكون المعرفي والاتجاهات والسلوك. نلاحظ بشكل عام تفوق البعدي عن القبلي في جميع المعايير الثلاثة أو في جميع المكونات الثلاثة. طبعا بعض المكونات كانت تغيير بسيط وهذا شيء طبيعي لأن السلوك ما ممكن نغيره بشكل سريع، يحتاج لسنوات حتى نحدث سلوك في الطلبة وأيضا اتجاهاتهم، لكن بشكل عام المشروع أو البرنامج ساهم بشكل يعني نعتبره جيد في تعديل معارف الطلبة واتجاهاتهم وسلوكهم، وإن شاء الله على الاستمرارية العمل على هذا المشروع ربما هناك ستتطور المعارف عند الطلبة وتتولد لديهم أيضا اتجاهات وسلوكيات أكثر أو بمستوى مرتفع. بالنسبة للموضوعات الخمسة اللي شملها الدليل أيضا قسنا اتجاهات الطلبة ومعارفهم في هذه المشروعات الثلاث، وجدنا أن محور الطاقة المتجددة كان أعلى محور في معارف الطلبة وفي سلوكياتهم، يعني كانوا أكثر حريصين أنهم يغلقوا الكهرباء، كانوا كثير حريصين أنهم يخبروا أولياء أمورهم في البيت يركبوا خلايا الطاقة الشمسية، فهذا المحورين كانوا أكثر. أما بالنسبة لمحور الاتجاهات نجد أكثر في ترشيد استهلاك الماء، يعني الماء والكهرباء كانوا أكثر محورين حدث فيها تغيير في سلوكات الطلبة، ربما لأنها من الأمور المستمرة اللي يستمر فيها الطالب، في المدرسة يستخدم كهرباء وفي البيت أيضا، في المدرسة يستخدم الماء ويدخل دورات المياه وكذلك في المنزل. فإن شاء الله يعني ما يأمله المشروع خلال السنوات القادمة أن يحدث فرقا كبيرا في المعرفة وفي السلوك وفي الاتجاهات لدى الطلبة. طبعا هذه بعض من جوانب التغطية الإعلامية للمشروع العام الماضي. مستجدات المشروع هذا العام طبعا توسعنا من محافظتين ومن 12 مدرسة إلى جميع محافظات السلطنة، 11 محافظة بواقع 52 مدرسة، يعني التوسع في المحافظة والتوسع أيضا في المدارس. النقطة الأخرى توسع في الشركات الداعمة، كانت شركة واحدة فقط العام الماضي، الآن معنا 6 شركات داعمة للمشروع. تطورات في المشروع، أضفنا الحياد الصفري الكربوني كموضوع سادس، أيضا استحدثنا استمارة سميناها الصف الأخضر، كيف نختار الطلبة، منهم الطلبة اللي ممكن نحن نطبق عليهم المشروع، الاستمارة فيها معايير مقننة يتم في ضوءها اختيار الطلبة اللي بيدخلوا إن شاء الله المشروع. انتهى الوقت دكتورة. بس دكتور دقائق ثواني. أيضا في استحداث استمارة أو شهادة نسميها البورد الأخضر، هذه البورد بتكون معلقة على واجهة المدرسة كأنها شهادة اعتماد أن هذه المدرسة طبقت مشروع الاستدامة، بيجلس في المدرسة 3 سنوات، إذا استمرت المدرسة في تطبيق معايير الاستدامة بيبقى معها وإذا ما استمرت سيسحب عنها. أيضا استحدثنا ملفات للفريق الوطني ومتابعتهم من قبل الفريق الفني في الوزارة. آخر شريحة وهي الختام، توصيات هذه الورقة أن يتم تحويل مشروع المدارس الخضراء ليعمم لجميع المدارس بلا استثناء ولجميع الطلبة في كافة المراحل الدراسية من الحلقة الأولى وإلى تعليم ما بعد الأساسي. أيضا تعزيز الشراكة بشكل أكبر ما بين الحكومة وزارة التربية والتعليم ممثلة في القطاع الحكومي والوزارات الأخرى وأيضا شركات القطاع الخاص. النقطة الأخرى والمهمة أن نشر الوعي بالثقافة وبالتراث الأخضر وبالاستدامة لجميع أفراد المجتمع بالاستثناء. كذا أكون خلصت الورقة، شاكرة لكم حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا دكتورة، مشروع جيد ومبادرة مهمة جدا وهي توائم بين التعليم والثقافة لدى طلبة المدارس. تم تطبيق المشروع كما شاهدتم بطريقة علمية محكمة. من أهم مواضيع أو موضوعات المشروع المناخ والطاقة المتجددة، إدارة النفايات وإدارة ترشيد المياه والتشجير، وهم الآن سيضيفون موضوع الحياد الكربوني طبعا نظرا لتوجه سلطنة عمان في هذا المجال. لكن فقط أتوقع
هناك نية لإضافة التراث بأنواعه والثقافة كمحرك كذلك للتنمية في هذا المجال. شكرا جزيلا دكتور. ننتقل إلى الورقة الأخيرة مع الدكتورة نجية بنت محمد السيابية من متحف عمان عبر الزمان، بورقة بعنوان دور المتاحف في حفظ وصون الثقافة والتراث الأخضر. الدكتورة نجية باحثة في التاريخ العماني الحديث، حصلت على الدكتوراه عام 2017 من جامعة سلطان قابوس، باحثة بمتحف عمان عبر الزمان، تقوم بمتابعة وتقديم المادة العلمية لمعارض المتحف، وشاركت في العديد من المحافل والمؤتمرات المحلية والخارجية. دكتورة عندك 15 دقيقة، تفضلي. مشكورة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أشكركم على تنظيم هذا المنتدى من أجل الثقافة والتراث الأخضر. فبداية طبعا معكم دكتورة نجيبة محمد السيابي من متحف عمان عبر الزمان. ما أعرف إذا في عدد كبير منكم زار المتحف، وراح نركز في هذه الورقة كيف إنه هذه المتاحف باستخدام التقنيات الحديثة والتكنولوجيا في غرس مبادئ الثقافة وفي تعزيز الهوية الوطنية والثقافة والتراث الأخضر طبعاً والموروث الحضاري اللي تتميز به سلطنة عمان طبعاً لدى شرائح المجتمع كافة، لا نعني بذلك فئة الأطفال أو فئة محددة من المجتمع بل كافة شرائح المجتمع. هذه صورة طبعاً خارجية لأحد المباني المعمارية الفريدة اللي طبعاً تم إنشاءها في سلطنة عمان مفتتح مؤخراً، متحف عمان عبر الزمان المتواجد طبعاً في منح للمحافظات الداخلية من سلطنة عمان. طبعاً بشكل عام المتاحف موجودة في سلطنة عمان، وهذه المتاحف طبعاً تحتضن تراث سلطنة عمان والحضارة في مختلف الجوانب، والمتاحف الحديثة المتطورة الآن بما تحتوي من جوانب وتستخدم تقنيات حديثة هي من المشاريع المتجددة في سلطنة عمان. وهذه الرؤية طبعاً أرساها المغفور للسلطان قابوس طيب الله ثراه منذ أن طبعاً أمر بوضع حجر الأساس لمتحف عمان عبر الزمان، واستمر هذا المشروع. وهذا المشروع طبعاً يعتبر من النوافذ الثقافية التي طبعاً تعرض أو تطل على الأمس ومفتاح لثقافة المجتمع العماني، فيتعرف الإنسان العماني على طبعاً الحضارة العمانية مروراً بمسارها العابر في جميع ومختلف الأشياء السياسية والاجتماعية والطبيعية والجيولوجية. طبعاً بشكل عام المتاحف تقوم بنقل الحضارة والثقافة من جيل لآخر، وتشكل المتاحف وعاء التراث الثقافي. أيضاً هي المكان المثالي للتربية والمتعة، وتخاطب جميع الفئات العمرية، وتروي المتاحف الأجيال الحالية مرحلة معينة عاشها الأجداد. طبعاً في متحف عمان عبر الزمان من أجل أن نقوم بحفظ التراث والثقافة، وأن نعرض مثل ما قلنا مضامين تاريخ سلطنة عمان بالتسلسل الزمني طبعاً مروراً بالتاريخ، وطبعاً انتهاءً بعصر النهضة المباركة. أهم الأهداف التي طبعاً يسعى المتحف تحقيقها طبعاً هذه موجودة في المرسوم السلطان الذي صدر مؤخراً، طبعاً أن يكون هذا المتحف متاحاً للاحتفاء بمكتسبات عصر النهضة المباركة، وأن يكون هذا المتحف صرح جديد ووجهة جديدة رئيسية للزوار من داخل سلطنة عمان وخارجها، أيضاً إبراز النقلة الهائلة بين ماضي سلطنة عمان وحاضرها ومستقبلها، ولكنها تكون طبعاً بشكل تفاعلي حديث من خلال استخدام البرامج والتقنيات الحديثة، أيضاً أن يحكي بالصوت والصورة تاريخ سلطنة عمان وتراثها العريق وحاضرها المشرق. أيضاً من خلال أنه لازم نشرك طبعاً المجتمع، يتم تنظيم برامج ثقافية ومناشط متنوعة لمختلف الأعمار. طبعاً من أجل أن يحفظ هذا المبنى وهذا المتحف الثقافة والتاريخ تم تصميمه على أساس أنه يحتوي مجموعة من الأجنحة طبعاً قاعتين
بواقع 21 جناح للقاعتين، قاعة عصر التاريخ ثم قاعة عصر النهضة. فلو تلاحظوا طبعا الأجنحة الموجودة في قاعة التاريخ هي كلها تحكي طبعا تاريخ سلطنة عمان، وهذا التاريخ طبعا يعني يتم سرقه مثل ما قلنا بطرق تفاعلية. من خلالها طبعا حاولنا أن تكون قصة السرق مناسبة لجميع الفئات، طبعا من أجل تعزيز أيضا يعني تعزيز هذا التاريخ لدى الزائر ويتعرف على هذا التاريخ بشكل سهل وميسر. فهذه الأجنحة في قاعة التاريخ ثم مرورا بقاعة عصر النهضة. أيضا من ضمن الأشياء والتراث التي يحاول متحف عمان عبر الزمان أن يحافظ عليها طبعا مثل ما قلنا ويسردها بطريقة حديثة وتكنولوجية، فتم استخدام مجموعة من الأفلام الرقمية بواقع 310 فيلم في المتحف. أيضا هناك شاشات تفاعلية بواقع 1200 شاشة تفاعلية. طبعا الشاشات التفاعلية تتنوع على حسب الأعمار أو على حسب فئات وشرائح المجتمع. لوحات نصية ورسومات ومقتنيات بواقع 1300 مقتنى، وصناديق عرض 150 صندوق عرض. وهناك أيضا كابلات الألياف البصرية بواقع 61 كيلومتر، وكابلات الصوت والصورة بواقع 21 كيلومتر. طبعا هذه كلها كانت من أجل حفظ هذا التراث وتيسيره وتوصيله طبعا لأكبر قدر ممكن من الزوار داخل وخارج سلطنة عمان. أيضا عندما نتحدث عن التراث فإننا نتحدث عن مجموعة من المقتنيات التي طبعا هي محتاجة للحفظ، ليس فقط للحفظ يعني أنها تكون موجودة في صندوق عرض ومحفوظة، بل هي محتاجة للدراسة والصون والمحافظة عليها، وطبعا نحاول أن نسلط الضوء عليها بطريقة علمية بحثية صحيحة. فمن ضمن هذه مجموعة من النماذج المعروضات الموجودة في متحف عمان عبر الزمان، هناك مجموعة وهي خاصة هذه بالتراث وبعضها خاصة بالتراث الأخضر، سواء كما يخص بجيولوجية عمان أرض عمان أو فيما يخص عصر النهضة. ومثل ما ذكرت هي مسلطة في موضوع الثقافة ويجب المحافظة عليها وتسليط الضوء عليها بالدراسة وصونها ويعني إيجاد البيئة المناسبة لها. أيضا هناك المبخرة النذرية مزينة بالرسوم الحيوانية، أيضا دوات الإمام مهنأ بن سلطان ومجموعة من السفن، وهناك رسالة السلطان قابوس طيب الله ثراه إلى معلمه. طبعا المتحف متحف عمان عبر الزمان سعى طبعا للتعريف بالحقب التاريخية المختلفة التي شهدتها سلطنة عمان مثل جيولوجيا الأرض والسكان الأوائل وصولا إلى النهضة المباركة وما تحقق فيه من منجزات مختلفة في شتى القطاعات، إضافة إلى استشراق المستقبل بما يتوافق مع طبعا تطلعات سلطنة عمان. وهنا أؤكد على أهم الأشياء اللي وردت في الورقة رؤية عمان 2040. نحاول أن يعني نأخذ من هذه الجوانب رؤية وأهداف رؤية عمان 2040 ونسلطها طبعا في مناشط وفعاليات متحف عمان عبر الزمان. ركز متحف عمان عبر الزمان في قصة السرد المتحفي على الصوت والصورة بأسلوب تفاعلي وباستخدام أحدث التقنيات في هذا المجال بهدف إيجاد تجربة متحفية تثقيفية ماتعة على مختلف الزوار. في هذا المتحف تم استخدام التكنولوجيا لإيصال المعلومات من خلال أنه في موجود مجموعة من الوسائل الحديثة، استخدام مجموعة من التقنيات منها تقنية إسقاط الخرائط، فيتم إسقاط الخرائط على مجموعة من البيئات الموجودة في عمان من أجل أيضا أن تتعزز لدى الزائر ويعرف أهم البيئات المختلفة في عمان. أيضا استخدام الشاشات تقنية الشاشات المنحنية بزاوية 360. من ضمن الأشياء هذه مجموعة من القاعات، قاعة التراث البحري، قاعة تفاعلية يمكن للزائر أن يتعرف أكثر على التراث البحري من خلال ما هو معروض، وهذا طبعا سيعزز هذه الثقافة، ستصل هذه الثقافة بشكل سهل. من ضمن أيضا فيما يخص التراث الأخضر، تم تعرض هناك في أحد الأجنحة جناح أو قاعة البيئة الصحية، حاولنا فيها سرد أهم البيئات المتنوعة في عمان، أهم الحيوانات المعرضة للانقراض وغيرها من الأشياء،
ووضعت بطريقة تفاعلية جميلة، بالإضافة إلى طاولة تفاعلية يمكن الزائر أن يتفاعل معها. طبعا هذه أيضا قاعة أرض عمان من ضمن الأشياء التي طبعا سلط عليها المتحف. طبعا كل ما جاء في المتحف هي فيما يخص الثقافة والتراث الأخضر. طبعا ختاما قد يوجد هذا المبنى بهذه يعني بهذه الإمكانات، لكن أنا من وجهة نظري أن هذا المكان يحتاج إلى اهتمام بتدريب الموظفين في المتاحف من أجل تحقيق فكرة الاستدامة، لأن قد توجد الفكرة ولكن نحن نحتاج إلى من يقوم باستمرارية هذه الفكرة في الاستدامة. أيضا تسليط الضوء على الثقافة والتراث الأخضر باستخدام أسلوب كتابي متجدد قائم على توفير معلومات متصفة بالاستمرارية، أيضا الابتعاد عن التفصيل والشرح المفصل ووضع الجمل بطريقة عامة في وقت شارح الموضوع والفكرة، أيضا الابتعاد عن ذكر المعلومات ذات القيمة المتغيرة كالأرقام والنسب. طبعا أنا وجهة نظري أنه الآن في متحف عمان عبر الزمان نحن كباحثين سعينا أن تكون المعلومات والمادة العلمية بطريقة سهلة ميسرة، طبعا مثل ما ذكرنا تحقيقا للاستدامة. وختاما أشكركم على حسن الإنصات والاستماع، وإذا في أي استفسار فسنكون إن شاء الله جاهزين إجابة. شكرا جزيلا. شكرا شكرا دكتورة نجية، طبعا وفرت علينا دقيقتين جزاها الله خير. عادي جلسة هناك ما مشكلة، عندي دقيقتين. عموما تجربة المتحف متحف عمان عبر الزمان تجربة رائدة حقيقة، و يعني المتحف هو المتحف نوعي، من زار المتحف يجد ذلك بوضوح، ومن لم يزر المتحف هذه دعوة صريحة لزيارة المتحف. المتحف يعني الورقة الآن اللي تحدثت يعني من خلالها الدكتورة نجية هي دور المتاحف في صون وتوظيف أو في صون التراث الأخضر. طيب إذا ما أردنا أن نربط بين المتحف ودوره في التعليم، نتوقع لديكم مشاريع قادمة في مسألة يعني ربط محتويات المتحف مع طلبة المدارس عن طريق يسمون الآن المتاحف الافتراضية، ربما يدخل أي زائر سواء كان طالب مدرسة أو أي مهتم إلى موقع المتحف وكان في المتحف قد زار المتحف زيارة واقعية وإنما هي زيارة افتراضية. أتوقع هذا الأمر؟ وهذا الفكرة النقطة كنت سأتي عليها، إذا تتحدث عن هذا التوجه أنه سيكون إن شاء الله قادم، توجه قادم للمتحف وكذلك ربط المناهج المدرسة. تفضل. يعني دقيقتين كملي هنا. ربط المناهج المدرسية ومحتوياتها طبعا هو موجود في متحف عمان عبر الزمان، وفي فكرة يتم الآن دراسة سنوية يكون المتحف متحف يعني ممكن تكون فيها افتراضية، لكن أنا ما أنصح أن تكون افتراضية يعني لأن ما بتغني إنك أنت كيف تتفاعل مع الشاشات التفاعلية، الزائر يحاول من خلالها طبعا يتفاعل مع هذه المعلومة، أحيانا كأنه يعيش ذاك الواقع ذاك التراث، كأنك تعيش سواء كان موضوع التراث موضوع التاريخ موضوع عصر النهضة، يعني أحسن إنك أنت تعيش هذه التجربة. وأنا مثل ما يعني دعوة صريحة لكم بزيارة متحف عمان عبر الزمان. طيب هل ايضا في توجه المتحف برامج تدريبيه ويعني دورات للمهتمين كذلك؟ طبعا هناك نحن نتحدث الان في سياق التعليم. في سياق التعليم في سياق التراث يعني احنا تقريبا بالشتاء كان في برنامج صيفي. اها. في مجموعه من الورش وبرامج تدريبيه. لكن كانت في نطاق الاعداد نوعا ما بسيطة وفي نطاق يعني محدد. لكن ان شاء الله كيف تكون برامج تدريبيه سواء حتى للمعلمين كيف يستغلوا المتحف عمان عبر الزمان في ملامحهم. شكرا. اصلا خلص دقيقتين الحين. شكرا لك. عموما شكرا دكتورة نجية، شكرا للمهندسة فايزة، شكرا للدكتورة هدى. كانت جلسة مثرية وفيها يعني ما شاء الله متحدثين متخصصين ومتحدثات متخصصات بامتياز. نشكر لكم كذلك حضوركم وصبركم. طبعا نعم طبعا الآن الوقت لا يسمح لفتح باب النقاش، فندعوكم لتناول وجبة الغداء إن شاء الله على أمل أن نعود لكن بكرة إن شاء الله وليس اليوم، نعود في تمام الساعة 9. اليوم بدأنا الساعة 10، غدا الساعة 9 بإذن الله.
شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.